السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنحل تمارين أكمل واختر الدرس الأول حساب مثلثات. طبعا الدرس ده منطبق على علمي وأدبي. السؤال الأول: في أي مثلث تتناسب أطوال أضلاع المثلث مع الأضلاع؟ كان قانون الجيب بيقول إن أ شرطة على ج أ بيساوي ب شرطة على ج ب بيساوي ج شرطة على ج ج. يبقى معنى كده إن الأضلاع بتتناسب مع جيوب الزوايا المقابلة لها. يبقى أول إجابة جيوب الزوايا المقابلة لها. تاني نقطة بيقول في أي مثلث أ ب ج، يعني بيخلينا نكمل القانون. أ شرطة على إيه؟ على ج أ بتساوي ب شرطة على ج ب، لسه إيه؟ لسه ج شرطة على ج ج بتساوي 2 ناق، 2 من نص القطر. مثلث أ ب ج، رحنا رسمنا مثلث اسمه أ ب ج، وليكن إن هو ده كده، ده المثلث أ ب ج. قال إن قياس زاوية أ ب 30 وإن ب ج ب 6. طب ما ب ج دي اللي هي أ شرطة. تمام، بيسألني بقى ب شرطة على ج ب بإيه؟ قلت له ما هو من القانون أ شرطة على ج أ بيساوي ب شرطة على ج ب. طيب أ شرطة بكام؟ أ شرطة بستة. طب وجا أ جا 30 بنص بتساوي ب شرطة على ج ب. مقام المقام بسط، يبقى ب شرطة على ج ب طلعت ب 12، 6 على نص على الآلة الحاسبة فهل 12، يبقى دي كده طلعت ب 12. طيب طول نص قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث، مش كان الكلام ده ب شرطة على ج ب أهي بتساوي 2 ناق. تمام، يعني دي كده 2 ناق، دي 2 من ناق، يبقى نص القطر الواحد بكام؟ يبقى نص القطر بستة. في الشكل المقابل أ ب تقريبا بتساوي كم سنتي؟ أ ب اللي هو الضلع ده اللي هو اسمه إيه؟ ج شرطة. طب أنا معايا إيه؟ معايا زاويتين في مثلث، المثلث ب 180، معايا 75، يبقى لسه كام؟ 105. تعال نطبق القانون. أ شرطة ب 12 على ج أ ج 105 بتساوي ب شرطة، ب شرطة يا أستاذ مش معايا اللي هو عاوزها، على ج ج على ج 40 وسطين في طرفين، يبقى ج شرطة طلعت ب 12 ج 40 على ج 105. هنصف كل ده على الآلة الحاسبة، طلع الناتج تقريبا بيساوي 8. هنا الناتج طلع تقريبا ب 8. دائرة طول قطرها 20 سنتي تمر برؤوس المثلث أ ب ج لحد الزوايا، فيه ب ج بعشرة، فإن قياس زاوية أ بتساوي، لو رسمنا المثلث يا باشمهندسين، ده وليكن المثلث اسمه أ ب ج حد الزوايا. تمام، أنت قلت إن ب ج دي بعشرة، وقلت إن نص قطر الدايرة المرة برؤوسه، يعني كان في دايرة مرة برؤوسه وليكن دي كده مرة برؤوس المثلث، بيقول ان نص قطرها بيساوي 10 سنت لانه قال قطرها بعشرين. طب ما انا كان عندي قانون بيقول ان ألف شرطة اللي هي 10 على جاء ألف بتساوي 2 ناق. احنا قلنا قانون الجيب ألف شرطة على جاء ألف ب شرطة على جاء ب بتساوي جيم شرطة على جاء جيم بتساوي 2 ناق. يبقى معنى كده ان أ شرطة على جاء أ بتساوي 2 ناق. طب ال 2 ناق بكام؟ يعني القطر 2 في 10 ب 20 وسطين في طرفين، 10 بتساوي 20 من جاء أ، ومنها جاء أ بنص، جاء كام اللي بنص؟ يبقى قياس زاوية أ بتساوي 30 درجة. يبقى أنا قدرت أعرف إن زاوية أ دي ب 30 درجة. إذا كان طول ضلع ما في أي مثلث بيساوي 12
وقياس الزاوية المقابلة لهذا الضلع 55، فإن محيط الدائرة المر برؤوسه إيه؟ أنت بتقول كان فيه ضلع ماء، يبقى طول الضلع على جيب الزاوية المقابلة ليه على جا 55 بتساوي 2 نق. تمام، هو عاوز محيط الدائرة. طب ما هو محيط الدائرة كان إيه؟ محيط الدائرة كان قانونه بيساوي 2 باي نق. طب ما انا معايا 2 نق جاهزين اللي هما ب12 على جا 55، هقوم ضرب النتيجة اللي تطلع منهم في باي، طلع تقريبا بيساوي 46. تقريبا محيط الدايرة ده هيساوي 46 سنتي. في اي مثلث سين صاد عين يكون سين صاد الى صاد عين بيساوي؟ تعال كده يا باشمهندس نرسم مثلث سين صاد عين، وليكن ان هو ده المثلث سين صاد عين. سين صاد عين بيقول ان سين صاد الى صاد عين. طب ما هو سين صاد كنا بنقسمه على جيب الزاويه اللي قصاده عين، سين صاد اهو الزاويه اللي قصاده اهي عين دي بيساوي صاد عين. فين الزاوية اللي قصاده؟ سين. طب هو عمل وسطين في طرفين، بدل دي مكان دي، ضرب هنا كده وسطين في طرفين، يعني هشيل ديت احطها مكان دي ابدلهم، بقى سين صاد على صاد عين بتساوي جا عين على جا سين، يعني سين صاد الى، ما هي على دي يعني الى، سين صاد الى صاد عين بتساوي جا عين الى جا سين، جا عين الى جا سين اللي هو الاختيار دي. في مثلث دال ه واو الذي فيه قياس زاوية دال بتساوي 80 درجة وقياس زاوية ه ب60 درجة، اذا كان واو شرطة ب12 يبقى دال شرطة بكام؟ قلنا له ده المثلث اللي انت بتقول عليه اللي هو اسمه دال ه واو. كده ده المثلث دال ه واو، دال ه واو. قلت ان قياس زاوية دال ب80، دي 80 درجة، وقلت ان زاوية ه ب60، دي 60 درجة. طب ما هو ده مثلث اقدر اجيب الزاوية الباقية بكام درجة؟ ب40 درجة. كويس، قال لك ان واو شرطة ب12، واو شرطة اللي هي دي ب12، تعرف تجيب لنا ده الشرطة اللي هو الضلع ده بكام؟ قال سهل جدا، ما هو ده الشرطة على جا 80 بتساوي 12 على جا 40. لو عملنا وسطين في طرفين يبقى ده الشرطة بتساوي 12 جا 80 على جا 40. طب الكلام ده فين؟ الكلام ده الاختيار الأول اللي هو ألف. سين صاد عين مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 10 جذر 3، فإن طول قطر الدائرة الخارجة لهذا المثلث. هو يعني إيه مثلث متساوي الأضلاع يا باشمهندسين؟ يعني يا أستاذ كل زاوية من زواياه ب60 درجة، يعني دي ب60 ودي كمان ب60 ودي كمان ب60. قال إن طول الضلع 10 جذر 3، طيب عاوز طول قطر الدائرة المرة برؤوسه. ما هو أي ضلع على جيب بتساوي 2 نق اللي هو قطر، 2 نق يعني القطر. جا 60 بكام؟ بجذر 3 على 2. جذر 3 دي راحت، او اكتبها كلها على الآلة الحاسبة، طلعت دي ب20، اللي ب20 طول القطر، يبقى القطر كله طلع ب20 اللي هو الاختيار ده. في المثلث س ص ع يكون المقدار 2 نق جا س بيساوي؟ قلنا له يا أستاذ هو أنا عندي قانون بيقول س شرطة على جا س بيساوي 2 نق، لو أنا عملت وسطين في طرفين يبقى 2 نق هتنضرب في جا س. أنا خدت حتة دي بس من القانون، القانون كله كان بيقول س شرطة على جا س سو ص شرطة على جا ص سو ع شرطة على جا ع، فلقيت الاتنين نق ضرب فيهم جا س، يبقى تمام يا استاذ، يبقى هنا السين شرطة هي اللي بتساوي 2 نق جا س.
يبقى الاختيار هنا س شرطة. السؤال اللي بعده، إذا كان نق طول نص قطر الدائرة الخارجة عن المثلث س ص ع، فإن ص شرطة على 2 ج ص بتساوي إيه؟ قلنا له يا أستاذ القانون بيقول ص شرطة على ج ص بتساوي 2 نق. الاتنين دي هو شالها قسم عليها، يعني شال الاتنين دي من هنا قام حاططها هنا، يبقى ص شرطة على 2 ج ص بتساوي نق، أو اقسم الطرفين الاتنين على الاتنين، يبقى الاختيار هنا هو نق. مسألة تانية، في أي مثلث أ ب ج يكون ج أ زائد ب على ج أ زائد ج ب بتساوي؟ لأ احنا نطلع أذكياء شوية، أنا معايا مثلث اسمه أ ب ج، يبقى زاوية أ زائد زاوية ب زائد قياس زاوية ج كل دول بكام يا شباب؟ مش ب 180؟ القياسات دي كلها بتساوي 180، يبقى قياس زاوية أ زائد زاوية ب بيساوي 180 ناقص ج. مسكت الج دي عديتها بإشارة مخالفة، ج ده اهي، قمت معديها الناحية التانية بإشارة مخالفة، يبقى أنا دلوقتي لو حبيت أعوض هنا مش يبقى جا أ زائد ب هو جا 180 ناقص ج، شلت أ ب وحطيت قيمتها أ زائد ب دي بدلتها وحطيت 180 ناقص ج، ده دي زاوية منتسبة، ده مكانها يبقى جا ج. يبقى الراجل بيقول لك إيه؟ يبقى جا ج على جا أ زائد ج ب ده بيساوي إيه؟ بكل بساطة جا ج قصادها ج شرطة، جا أ قصادها أ شرطة، ج ب قصادها ب شرطة، والاختيار ده اللي هو رقم ب. في المثلث أ ب ج يكون أ شرطة على أ شرطة زائد ب شرطة بيساوي إيه؟ طول أ شرطة بيناظره جا أ، أ شرطة اللي تحت دي بيناظرها جا أ، وب شرطة بيناظرها جا ب، يبقى الناتج أو الاختيار رقم ج. في المثلث س ص ع، إذا كان 3 جا س بتساوي 4 جا ص بتساوي 2 جا ع، فإن س شرطة وص شرطة العين شرطة. المسألة دي تافهة وناس كتير بتقف عليها. بص يا باشمهندس، هو القانون بيقول إيه؟ مش بيقول إن س شرطة على جا س بتساوي ص شرطة على جا ص بتساوي عين شرطة على جا ع؟ هو لو انكتب كده، لو انكتب كده صح، جا س على س شرطة بتساوي جا ص على ص شرطة بتساوي جا ع على ع شرطة، ده هو ده الاتنين صح يا باش مهندسين، مفيش فرق مفيش اختلاف، طالما قلبت البسط والمقام عادي مش فارقة. فأنا هاجي للمسألة دي وأقول إن التلاتة وأربعة واتنين دول يقبلوا القسمة على الاتناشر، يبقى تلاتة جا س على اتناشر بتساوي 4 جا ص ع 12 بتساوي 2 جا ع 12، لو قسمت كله على نفس العدد مش فارقة. لو عملنا اختصار بقت جا س على 4 وجا ص ع 3 وجا ع على 6، ده يا باشمهندسين مش دي السين شرطة اهي، مش دي السين شرطة، ودي الصاد شرطة، ودي العين شرطة، خلاص يبقى س شرطة لص شرطة لعين شرطة 4 ل 3 ل 6 اللي هو الاختيار د. مثلث أ ب ج، شوف جاب لك النسب جاهزة بس حط لك مع دي رقم 2 أهو، عايز أنت تتخلص من 2 عشان يبقى فوق جا أ وجا ب وجا ج، عشان أتخلص من الاتنين هقوم قاسم عليها، هتبقى جا أ على 6 بتساوي جا ب على 5 بتساوي جا ج على 8. مش فاهم انا الاتنين دي عايز اتخلص منها، قمت شايل الاتنين ضرب كل المقامات اللي هنا في 2، دي في 2 ودي في 2 ودي في 2، تمام، فشلنا الاتنين دي مع دي، كويس يا استاذ، بقى هنا 2 في 3 ب 6 فضلت، و2 في 4 ب 8، يبقى انا عاوز ا شرطه ل ب شرطه ل ج شرطه،
يبقى 6 ل 5 ل 8، اللي هو الاختيار ألف. نتمنى أن نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.